ما عجبوش كلامه فمد ايده عليه. ده جزء من اللي حصل في خناقه بين طبيب مصري وشخص اخر في الكويت. صفحات كويتيه على تويتر قالت ان السبب في الخناقه هو الطبيب المصري، فهل هو فعلا السبب ولا لا؟ وايه حكايه تفاصيل الخناقه كلها؟ كل ده واكتر هنحاول نعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت معلومة على صفحات منسوبة لمواقع كويتية زي صفحة باسم فيدز، بتقول ان في طبيب مصري في الكويت اتسبب في خناقة كبيرة قوي، والخناقة دي كان اطرافها الطبيب المصري وموظف تاني في وزارة الصحة الكويتية. بداية الخناقة قالوا ان الموظف طلب من الطبيب المصري انه يخلص المعاملة بتاعته، وكان طالب منه حاجة تخص شغله، بس الطبيب المصري رد عليه ان استنى شوية في جنب ويا ريتها خلصت على كده، ده قام مديله بكوبايه الميه على راسه. يعني على الروايه اللي نشرتها فيدز، فالطبيب المصري هو اللي غلطان، ومفيش غيره اصلا غلطان لو فعلا الحكايه اللي حصلت كانت دي بس تفاصيلها، ومفيش اي كواليس تانيه في الموضوع. المهم والعهده برضو على فيدز، فالموظف في وزاره الصحه الكويتيه بعد الخناقه دي على طول طلع على اسم شرطه قريب منه عشان يعمل بلاغ ويسجل كل اللي حصل معاه من الطبيب المصري، عايز يعني الشرطة الكويتية هي اللي تجيب له حقه من الطبيب المصري وتعاقبه، وإن كان في غرامة فيدفع الطبيب المصري الغرامة في الحال عشان يبقى جزاء اللي عمله ده. الفكرة بقى إن الواقعة اللي حصلت دي بعد ما نشرتها فيدز وشبكة الكويت على تويتر، وفي ناس كتير مصريين علقوا عليها، فيهم اللي قال إن استحالة ده يحصل من دكتور مصري، وأكيد موظف وزارة الصحة استفز الطبيب المصري جداً وخلاه يتعصب عليه كده. ما هو على رأي المصريين فالأطباء المصريين أو الأطباء عموماً بيكونوا هادين جداً وعندهم القدرة أنهم يتملكوا أعصابهم لأقصى درجة، فمستحيل يحصل أن دكتور يتخانق مع حد من باب الإطاء كده. ده استحالة أصلاً أي طبيب يمسك في أي حد عنده في المستشفى أو في مكان عمله. يعني الأطباء بيتعاملوا مع ناس كتير وبيكونوا مدربين أنهم يتعاملوا معهم كويس ويحتوهم كمان ويحتووا غضبهم. وفي رأي تاني بقى مهم جداً ذكروا برضو بعض المصريين على إكس أو تويتر سابقاً تعليقاً على ناشرين الواقعة الأصليين اللي هم فيدز وشبكة الكويت. المصريين قالوا إن احتمال كبير الواقعة دي تكون مفبركة أصلاً، لأن مفيش أي معلومة عن المستشفى اللي حصل فيها الواقعة، ولا في اسم للطبيب ولا حتى اسم مركز الشرطة اللي قالوا إن موظف وزارة الصحة الكويتية راح عمل فيه بلاغ ضد الطبيب المصري، وده أصلاً أهم حاجة في الموضوع. في النهاية احنا ذكرنا لكم كل المعلومات اللي اتقالت عن الواقعة على تويتر. المعلومات اللي ذكرناها عن فيدز وشبكة الكويت، وجه الدور إن لو حد فيكم يعرف معلومة زيادة يكتبها لنا في الكومنتات. وحابين برضو نعرف رأيكم إيه في الدكتور المصري، هل هو بتاع مشاكل زي ما اتقال عنه كده، ولا ممكن يكون إيه اللي حصل استفزه للدرجات دي؟